السله ولا صعيب على اللاعبين لانه المخزون البدني بدا كينقص. اذا توزيع الكره لجواد داريب. داريب داريب سله ثلاثيه داريب داريب غير وفق. متابعه قويه رائعه 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 من اليزيد بوضلفه. لاحظوا لاحظوا سلام دانك رائع هذا اللاعب كيف استغلت انا وكانت سله ثلاثيه واللي زادها جماليه وهذا الدانك الرائع من جانب اليزيد بوضرفه. خلينا التحليل هذا اللقطه يمكن اعتبارها اجمل لقطه في هذا المقابله الى حدود اللحظه.